بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. البنات، اليوم بغيت نناقش موضوع ديال جاتني الجلابة ضيقة. عندنا جوج ديال الضيق، يا إما خدمت الفوق مزيان ووقع لي خطأ، أو لا في القياسات على في مستوى الحوض جاني الحوض ضيق. عفوا، غادي نهز جلابة، لقينا مثلا مسطرة فينا هي هادي، عندنا في الحوض نقولوا 36، حسبنا حنا لقينا هنا 31، يعني عندي باردون ها فين خصني نحسبها، عندي 32، دونك هنا 32 فيها واحد ديال الخياطة، كتبقى لي 31 ديال الحوض، دونك كتخصني 5 سنتيم. 5 سنتيم كيفاش غادي نزيدها؟ اش من طريقة باش غادي نخدم؟ وهادو تيبقاو عندنا فيهم خيارات. أول حاجة باش نعتق، أنا كنهضر دابا يعني طحنا في المشكل، بغينا نعتقو هاد الجلابة أولا هاد الكسوة أولا هاد العباية. باش نعتقها غادي نهز باترون وغادي نحطو بهاد الشكل هكدا، دونك هذا باقي قصير ماشي، دونك غادي ناخد الطرف ديال الثوب اللي شاط ليا هادشي، لا عندي الثوب، حيت الا ما عنديش الثوب راه خصني ندخل ثوب اخر ولا خصني نشوف شي حيله اخرى من غير هادشي اللي كنهضر فيه دابا. الحل الاول هو انه غادي نشد الثوب، غادي نطوي على 4، غادي نحطو بحال ما هكدا وكنعلم. منين غادي نعلم؟ غادي نحط من خط الحزام، ندير علامة من خط الحزام هو هذا، كنجي لخط الحوض ديالي كندير نقطة، كنجي للطول ديالي وندير نقطة، دونك كنعلم كل حاجة ندير لها علامة. علمت خط الحزام، علمت خط الحوض، علمت الطول، غنسطر خط مستقيم ونسطر خط مستقيم ونسطر خط مستقيم. هنا هاد لي بانو اللي بغيت نزيدهم من الافضل، وكنهضر على رايي الشخصي، من الافضل ما تكونش فيهم الخياطه في الجنب، باسكو غتولي عندي هنايا خياطه، من الاحسن تفادى هاد الخياطه هادي الا للضروره احكام، وهاد الضروره اللي كاينه هي انه ما عندناش التوب كثير واضطرينا نعاودو نديرو خياطه هنا. كيفاش غادي نخدمها؟ غادي نعاود نجي لخط الحزام اللي هو هذا، كنخلي فيه سنتيم على حسب قيمة الخياطة، وكنجي للحوض كتسالني 5 سنتيم، كندير 5 زائد 1 ديال الخياطة، كتولي عندي 6. كنجي للجلايل، من طبيعة الحال حتى هما خصني نزيد فيهم باش يعطيني الفورما اكزاكت، دونك غادي نقدر نزيد فيهم حتى 10 سنتيم. غنلاقي هاد الخطوط بشكل اللي يعطيني فورما اللي انا كنقلب عليها. فوالا، وغادي نقطع وغنوريكم الطريقه باش غادي تركب ان شاء الله. الشكل اللي غادي تركب به هو هذا، دونك غادي تجي هذه تخيط وتعطينا هذا الشكل، هذا غادي تدخل من هنا وتزاد وغادي يجي هذا البو هذا لهنايا وغادي يعطيني هذا لافو، يعني احنا زدنا العرض ديال الحوض. على سبيل المثال بقى عندي توب كثير، يعني عندي انا توب كثير، شايط ليا توب كثير، وبغيت شي حاجة اللي نزين بها اللبسة ديالي أو لا نعطيها شي شكل اللي يكون متميز، بالخصوص بحال إلا كنا كنهضرو على عباية ولا كسوة أولا جلابة، حتى بالنسبة للقفطان. في هذه الحالة باقي غادي نهضرو بأننا عندنا نقص في الحوض ديال 5 سنتيم، غنخلي هذه نقص ديال 5 سنتيم. دونك اشنو غناخد؟ غادي نشد
بحال غنخدم فيها قصه الاميره ولا قطعه الاميره حسب التوب اللي عندي. انا ما بغيتش نكبر هذيك لا ديكوب برينسيس، غادي نخلي من هنا لهنا قرابه 10 حتى 12 سنتيم، وغندير بانس برينسيس مادام نقدر نطلع من هنا لهنا ب 12 سنتيم اخرى. وهذا لابانس برينسيس في هذه الحاله اولاد القصه البرينسيس في هذه الحاله راه عندي فيها بحال غير كنعالج بها الموقف اللي تحط فيه. نقدر البنات نجيبها درنا هنايا 12 سنتيم، نقدر هنا نحسب غير 6 سنتيم نشوف بعدا واش كنصور. دونك في هذا الاسفل ديال الجلابه ولا ديال الكسوه ولا ديال العبايه غادي نديرها هكذا، كنجي ندخل من هنا لهنا ب 6 سنتيم وكنلاقيهم بمسطره مستقيمه، كنلاقيها ديريكتومون حتى القصه ديال الاميره اللي خدمناها بحال ما هو. غندير علامه اولا كروه بالنسبه للمستوى ديال خط الحوض، وغندير نقطه ديال خط الحزام، وغندير جوج نقاط على حساب خط الصدر. نعاود نقطع دابا تنقول راه عندي توب كثير، يعني شايط ليا شي مورسو ولا لقيت التوب وشريته لقيته وافي وبغيت ندخل هذه للتجميل. وراه بالنسبه لهذا الشيء ديال لي غوتوش راه كاين فيه بزاف ديال النقاشات، حنا كنعطي دابا كنعطي الحويجات اللي يقدروا يجيوكم يسهلوا عليكم الماموريه. غنحافظ على هذا الشيء اللي حيدت من جلابتي، ولكن راه باقي كنقولها ما نصاوبش حتى ما نقطعش، نقدر نستعمل البابي باترون، نقدر نستعمل اي حاجه حتى نشوف اللبسه اشنو غادي تعطيني، لا التوب اللي شايط اللي شريته ولا اللي عندي شايط ليا واش كافيني لهذا التغيير هذا. باقي غنناقش واحد الموضوع اخر، يعني في هذا الموضوع في هذا الدرس غادي نكون غير كنناقش هذا الشيء ديال نعتقوا لباسنا. غنحط بحال ما هكذا طويطو على 4، الطول ديال التوب هو هنا، غادي نحط البانو اللي قطعت غنحطو بهذا الشكل. الى عقلتو يعني خط الحوض راه كتسالني فيه 5 سنتيم وكيتسالني فيه لي كوتور ديالو، لانه زدنا دابا قصد الاميره يعني غتمشي ليا 2 سنتيم. انا غنديرها من ديبار غادي ندير تعويض ديال 2 سنتيم، تعويض ديال 2 سنتيم ديال الخياطه ونمشي بها 2 سنتيم 2 سنتيم. هذه راه كيف كنت خدمتها معكم، نمشي بها بحال ما هكذا. في الجلايل من حقي نزيد لانه خصني نزيد في الحوض، دونك غادي نزيد شي 10 حتى 12 سنتيم. غنجي لخط الحوض ونزيد الخمسه ديالي زائد واحد، لانه التجنب غادي تبعني فيهم خياطه، دونك غادي نزيد 6 سنتيم، خمسه اللي كتسالني زائد واحد هي 6. كنلاقيها مسطره مستقيمه وكنخدم من خط الحزام وكنخدم خط الصدر ونلاقي بحال ما هكذا، وندير التقويسه ونقوس. دونك اشنو اللي عطينا دابا؟ تعويضات ديال الخياطه ديال البانس برينسيس راه عوضناهم 2 سنتيم، غيمشي سنتيم من لابانس وسنتيم من الجلابه ديالي ولا العبايه ديالي. الجناب غيمشي سنتيم ديال الخياطه في الجنب و5 سنتيم اللي كتسالني. الجلايل بغيت نزيد فيهم، الحزام ما كاينلاش نزيد فيه، الصدر ما كاينلاش نزيد فيه لانه ديجا كافي عندي. دونك هذه الحاله الاولى اللي كنعوضها. نقطع دابا لابانس برينسيس يعني كافيني التوب نقطع ونعاود نخيطها. دونك هذا الحاله الاولى. مثلا عندي في الصدر نقص وغادي نخدم على هذه نيت، دونك يعني عندي الصدر ناقص، نقولوا مثلا خاصة انا 2 سنتيم ولا 3، دونك هاد الجنب راه حنا دوزنا فيه الخياطة ديال الجنب ما غاديش نناقشها. الصدر ديالي ناقص ب 3 سنتيم كنضيفها 3 زائد 1، ومن طبيعة الحال خصني نزيدها حتى هنايا في خط الحزام، يعني هاد 4 سنتيم اللي تزادت هنا خصني نزيدها هنا. كنلاقيها مع الحوض اللي عندي سواء خصو يتزاد ولا ما زايدش ولا هذا، كنخدمها وتنكمل بها الطول الكامل. عندي واحد المساله اخرى دونك هذه غادي نخدمها بوحدها مادمنا في لابانس برينسيس. غادي نعاود نشد جلابتي بحال ما هكذا، خط الحوض اللي عندي هو هذا
خط الحزام هو هذا، خط الصدر هو هذا. انا ما عنديش التوب كثير، ما عندناش التوب كثير، دونك غادي نخدم لا ديكوب برانسيس بنفس المقاسات اللي عطيت، يعني 12 10 12 14. كنبداها من الجنب لانه راه ما عنديش التوب كثير باش نخدم. دونك الا خديت من هنا غير 10 12 14 سوفيزون، والا عندي التوب كثير باش نعوض راه ممكن نخدم. دونك خديت هنا 12 طلعت هنا ب 12، غادي نسطرها موس ردوا معايا البال، غادي نسطرها وغادي نحسب هنا 12 سنتيم وغنمشي بها مستقيم. دونك هذه غادي نديرها بلون مغاير باش ما نتلفكمش، ندير اللون مغاير. غادي نسطر ما بين هذه، درت هنا 12 وهنايا 12، هذه هي الاولى اللي حكمات، دونك غادي غنديرها 12، غادي نلاقيهم بخط مستقيم. غنعاود ندير 12 سنتيم اخرى هنا ونقوسها بشكل بحال اللي كندير التقويره ديال التركيز. هنا باردون بغينا نعوضوا الصدر، يعني عندي غير الصدر هو اللي بغيت نعوض، وباقي غنهضر عليها الا بغيت نعوض حتى خط يعني حتى العرض ديال الحوض. غادي نبدا بديال تعويض الصدر اللي غادي نعتبرها هي هذه، من طبيعة الحال عندنا دائما توب يعني وافي عندي باش نخدم به، ماشي هنا ما تيبقاش عندنا وافي بزاف، دونك غادي نخدم باش نبقى في الاتجاه ديالي. وهذه الفورمة الاولى اللي غنعطيكم. تعويض ضروري ما ندير جوج 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 جوج، هادو ديال الخياطة، هادي الخياطة اللي زدناها ديال لا ديكوب برانسيس. ردوا معايا البال، قلنا الحوض هو هذاك، عندي انا الصدر مثلا ناقصه 3 سنتيم، غادي نزيد 3 زائد 1 هي 4، كنجي للحزام كندير 3 زائد 1 هي 4، كنلاقيها ونخدمها مع الحوض اللي عندي. هنا دابا كنقول وكنؤكد بانه الحوض راه هو هذاك، الصدر هو اللي عندي فيه المشكل، كندير التقويسه ديال التركيز كنعوضها كما هي. دونك هنا نركبها وغنعطيكم الشكل اللي غادي تعطيني في اللبسه. انا غنخلي هنايا بحال عندنا قيمه الخياطه، غنزيد شويه باش ندخلها غير في اللصاقه، لان غنخدم جهه وحده والجهه الثانيه غنشرح نوضح لكم فيها الا كان عندي الحوض حتى هو ناقص. دونك جلابتي هي هذه، في التركاب غادي نعطيها واحد الشكل ديال لا ديكوب برانسيس اللي غادي يجيني غير اونيفو، يعني على مستوى خط الحوض، غادي تركب هذه وتركب هذه وغيجيني بهذا الشكل هكذا. نتمنى تكون واضحه في الصوره لانه ما عنديش اللي ساق، غادي نبين لكم غير هكذا بهذا الشكل هكا. يعني هذه هي الخدمه اللي غادي تعطينا دابا، عطاتنا تعويض ديال الصدر وكملناه، والقطعه غتجي غير على خط الحزام خط الحوض. في حاله ما عندي حتى خط الحوض ناقص فيه العرض، دونك غادي نحسب ديك 12 اللي قلنا من الجنب، غادي نخدمها هكذا باش تبقى ديما القضيه باينه. قلنا غنديروا 12 ها هي، غنطلع ب 12 ها هي، قوسنا غنجي لخط الحوض غنحسب فيه 12 وغنهبط من تحت خط الحوض على الاقل بواحد 16 سنتيم، غنلاقي هادو بخط مستقيم ونقوس هادي بشكل دائري. هنا غنحافظ على 12، هنا غنحافظ هذا خط الحوض، نحافظ على 12 وهنا كنهبط على الاقل بواحد 16 سنتيم باش نعطيها واحد الشكل نغطي الحوض ونتفاوت على خط الحوض. غنقطع يعني ديما هاد اللبسه ديالي، غنقطع هذا وغادي ندير لها نفس التعويض. باش ندير التعويض يعني غادي نخدم بنفس الطريقه اللي خدمت قبيل، غادي نعاود نحط، نتمنى غير التصوير نكون انا كنصور ما نكونش نصور لراسي. دونك غادي ندير
نعاود الشرح بعدا لا تكون هنا تفوتت على التصوير. اشنو درت؟ خديت 12 سنتيم في خط الصدر، 12 سنتيم في خط الحوض، لاقيتهم بمسطره. بالنسبه لهذه خليتها مقوسه كما هي. هبطت من تحت خط الحوض ب 16 سنتيم وجبتها دائريه. عندي دابا نقص في الحوض، دونك غادي نقطع هاد لا ديكوب اللي رسمتها بهذا الشكل ونوريكم اشنو اللي غادي نخدم بها. قطعناها كنحطها هي نيت. تعويض ديال الخياطه غادي ندير فيه جوج 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 جوج، غادي نبينها لكم لانه صبعي شاد شويه على التصوير. دونك هيا عوضت جوج 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 جوج، كنرسم نفس التقويره ديال التركيز. الا كان عندي الصدر ناقص كنزيد فيه، الا كان هو هذاك كنحافظ عليه. دونك غادي نلاقيه مع خط الحزام، نعتبره بانه الصدر عندنا صحيح، ونشوف خط الحوض هو اللي عندي فيه المشكل، كنزيد فيه واحد ثلاثه ولا اربعه ولا داكشي اللي ناقصني. كنخدمها بهذا الشكل وكنزيد بديك ثلاثه السنتيم كنحافظ عليها حتى لهنا. مثلا خاصاني ثلاثه، الا خاصاني اربعه نزيد اربعه ونزيد اربعه هنا. دونك هنايا حتى لهنا مزيان، زدنا التعويض، زدنا هذا. الوغ غنجي دابا لطريقة التركاب ديالها، غادي نقطعها ثاني ونوريكم الشكل باش غادي تخدم هاد لا ديكوب. هادو كلهم يعني كنحاول نعدل أولا نصلح الموديل ديالي، وفي نفس الوقت تنعطيه إضافة جمالية. عاد نشوفوا المسألة الأخرى ديال الخراط، عطيتكم ثلاثة ديال الحلول اللي غادي يكونوا كنعتقوا بهم اللبسة، ونشوفوا إلى ما عندناش وعندنا الخراط. وبحال بالنسبة إلى ما كانش عندي كاع التوب، نفس التوب اللي عندي في اللبسة ديالي، راه ممكن ندخل توب ونغطيه بشبكة، ممكن ندخل توب اللي كيجي مواتي، ممكن ندخل، عندي بزاف ديال الخيارات والاحتمالات. بالنسبة لهذه كيفاش غادي تعطينا هي؟ قطعناها في التركاب غادي تجي بحال ما هكذا، وفي الخياطة ديالها غتجي بحال ما هكذا. دونك ها هو خط الحزام بلاتي تنزكي هنا، ها هو خط الحزام هو هنا، خط الحوض ها هو، غادي تمشي هنايا السنتيمات الخياطة، يعني راه ضفنا إضافة ديال الثلاثة اللي كتسالنا في خط الحوض، ومنها هذه غادي تركب. طبيعة الحال إلا بغيت ندخل شي جيب هنا راه ممكن ندخلو، ممكن نخدم ديزاكسيسوار يعني واخا غير عيريين، يعني غير ديكور بلا ما نخدمهم، ونتمنى يكون واضح، يعني يكون الشرح واضح. غادي نعاود نديرها هكذا لنكون فوالا، هذا لأنه بعض المرات تنطيحو في هذه المشاكل هذه، نعطيكم الحلول اللي كتحل. دوزنا هذه، نقولوا مثلا عندنا اللبسه ديالنا ما عندناش حنايا اولا مولاتها، ولا حنا اختارينا باش نخدموها بالشكل ديال نديروا لها الخراط. غنعاود ندير في الصاله ديال جلابه ونقولوا كيفاش غادي نتعاملوا معها. وصلنا الجلابة، عندنا مشكل ديال الصدر ولا عندنا مشكل في الحوض والصدر بجوج بيهم. هذه أسهل ما يكون، واللي كيخدم بها طول موند يعني الجميع تيخدم بهذه المسألة. هذه كنشدو التوب اللي غادي نعدلو به، كنطويو على أربعة كيف قلنا في المثلات اللي خدمتو في الديبار. كنحاول نعلم خط ديال التركيز أولا خط الصدر، خط الحزام، خط الحوض، تيتا نعلمهم والطول. حنا عندنا مشكل دابا هذا خط الصدر، بغينا نزيدو فيه 4 سنتيم مثلا، أولا هي 2 سنتيم على 2 ديال الخياطة هي 4، إلا كانت 4 خصني ندير 2 ديال الخياطة هي 6، دونك غادي نحسب 6 سنتيم، نقولو حنا خاصنا 6 سنتيم 4 سنتيم في الصدر، غنحسب 6 سنتيم، 4 زائد 2 هي 6. كنجي للحزام تنحسب فيه نقولوا 5 سنتيم لانه خصني نقص 1 سنتيم على الصدر. نجيو لخط الحوض مثلا خاصني فيه حتى هو 6 سنتيم، زائد 2 هي 8،
ونجي للجليل من طبيعه الحال خصني نكبرهم ندير فيهم 12 او 14 سنتيم باش تعطيني لا فورم. هذا الشيء حسبناه دونك غادي نلاقيهم بمسطره ونحاول نقدهم مسطره مستقيمه ونشوف اشنو عطاني الشكل ديالها. غادي نلاقيهم بحال ما هكذا. جلابتي او كسيوتي او قفطاني عندي فيه واحد الدخله هنايا ديال 2 سنتيم، نقدر هنايا ندخل واحد سنتيم ونديرو بهذا الشكل هذا باش يعطيني نفس الفورمه في الخياطه ويعطيني نفس الشكل. ملي كنقطع التركاب راه غادي نحاول نركبو نفس التركاب ديال كيف هما فين تنخدمو في الخراط. قطعنا الخرطه ديالنا هي هذه، يعني في التركاب ديالها غادي نحطها بهذا الشكل وكتخرج هذه الخويه، راه غادي تدخل في الخياطه، راه غادي تجي بحال ما هاك وتجي هاك. اللي باقي عندي خصني نناقشو معاك اولا معاكم، وهو كنحاول نقاد حتى هذا التركيز باش يعطيني دوره مقاده، لانه هذه الدوره مقاده تقدر تجيك هنا خط مستقيم غادي يديرونجينا مع الكمام. دونك غادي نقاد هذيك الدوره، داكشي اللي شات في الدوره نضربو، راه واخا نزيد واحد السنتيم في التركيز ونخدمو ماشي اشكال. كنجيو للكم دابا، الكم يعني فصلناه فصلناه ما بقى عندنا ليه اشكال. هاد الزياده اللي زدتها على الخرطه راه كنزيدها حتى في الكم كمثلث، كنزيدو حتى هو هذيك 4 سنتيم نزيدها في التركيز باش يعطيني الكماله ديال الكم، وندير بحساب الخياطه ديالو حتى هو، يعني 4 زائد 2 هي 6 هي اللي تزاتني في الكم، دونك خصني نزيدها حتى هنايا وكنخدمها مثلثه ونقطع 4 اطراف ونخدمو. الطول يمكن نجيبو حتى النص ديال الكم، يعني الطول ديال هاد الخرطه هادي اللي بغيت نزيدها ولا هاد الغاجو اللي بغيت نزيد نديرو حتى النص ديالكم، ممكن ندير فيه غير 20 سنتيم 16 سنتيم ونخدمها ماشي اشكال. كنتمنى نكون وضحت بشحال من مساله في هذا الموضوع، ونتمنى ان شاء الله من هنا لقدام نعاود نزيد شي حلول اخرى للكول للتركيز بزاف ديال المسائل، نناقشوا بزاف ديال المواضيع في هاد لي غوتوش، اولا الى طحنا في المشكل كيفاش نعالجوا المشاكل اللي عندنا.